موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الشيخ سعد رحمه الله: قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يقول: لما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين. فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله به على العرب خصوصا وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. وهذه الأغلال التي في الأذقان عظيمة، قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت أو رفعت رؤوسهم إلى فوق، فهم مقمحون، أي رفعوا رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها أو يخفضوها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان، فهم لا يبصرون. قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟ يقول: والقسم الثاني الذين قبلوا النذار، وقد ذكرهم بقوله: إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من اتبع الذكر، أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به.
فخشي الرحمن بالغيب، أي اتصف بهذين الأمرين، القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك. وهذا الذي وفق لهذين الأمرين بشره بمغفرة، أي لذنوبه، وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. في الآية السادسة بيان علة بعث الرسل وبعث محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، فاللام هنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فمهمة الرسل إنذار الناس من عذاب الله عز وجل، أو تحذير الناس من عذاب الله عز وجل، تبليغ الوحي للناس وتبشير الطائعين بالجنة، وتحذير وإنذار الكفار والعصاة من النار. وهكذا يكون وتكون مهمة الدعاء. وقوله ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني لم يأتهم رسول خاص بهم، وإلا فقد كانت فيهم قد كان فيهم دين إبراهيم وبقايا دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية، ولكن طالها ما طالها من التحريف والتغيير والتبديل. وأيضا كانت اليهودية موجودة وفيها ما فيها من التحريف، والنصرانية كذلك، لكن هم أنفسهم لم يأتهم رسول خاص بهم. وهذا لا يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب كما زعمت يهود وغيرها، وإنما هم خصوصا جاءهم هذا الرسول، وهو رسول للعالمين كذلك، وآخر الرسل عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كما في الآية الأخرى. وفي قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، والآية التي بعدها، بل والآيتان بعدها، بيان خطر رد الحق. فالإنسان يأتيه الحق فيقبله فيوفق ويسدد ويسلك به الصراط المستقيم، وآخر يأتيه الحق فيرده فيقلب قلبه والعياذ بالله ويصرف عن الحق وعن اتباعه. وما ربك بظلام للعبيد كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهؤلاء حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وجعلت الأغلال في أعناقهم، وجعل من بين أيديهم السد ومن خلفهم، وكانت الغشاوة لا يبصرون. هذا كله بيان لردهم الحق وعدم انتفاعهم به، والسبب الإعراض والكبر والعياذ بالله تعالى. لذلك يستوي معهم الإنذار وعدمه، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بيّنت الآية التي بعدها من ينتفع بالقرآن، إنما تنذر من اتبع الذكر، استجاب لما دعي إليه واتبع وعمل به، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرمه، استقام على ذلك، وخشي الرحمن بالغيب. وهذا سبب رئيس في الانتفاع بالقرآن، خشية الله عز وجل والخوف منه، فتدفع العبد للعمل بما أمر وترك واجتناب ما نهي عنه. وهذا له البشارة، فبشره بمغفرة وأجر كريم من الله سبحانه وتعالى. فالعبد مهما كان فله ذنوب، وهو يحتاج إلى مغفرة ربه سبحانه، فلا يعجب بعمله بل يطمع في مغفرة ربه سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.